سعدي، شو بتعرف شي عن ميا انا ما بعرفه؟ شي مثل شو امون؟ ليك سعدي ما تخبي علي، هاي البنت طريقة شغلها ما عم تعجبني ابدا. يا بطل سوري، صارت الساعة 11، خليني اروح. حسسني انه على 12 ما قلت تتحول للقطينة. يا اخو شليتي منك هين، صاير تنكت على العملية. لا يا حبيبي بس انا كثير تعبان، بدي اروح اتحمم بعد. قبل ما تبلش تنام، خلص فل. انت منك تعبان؟ هي لا بسم الله على قلبك، ما كانك عامل عمليه ولا شيء مثل الارد. طب انا رح اروح اشوفك بكره. ماشي انت تبع حالك. شادي ثانكس مان على كل شيء. ولا عشو امون كيفكم؟ انت كيف جيتي؟ بالتاكسي وانت ان شاء الله رايح. ايه بدي اروح تعبان كثير. لا والله ما في اقعد عايزتك، انا بدي احكي انا وياك. رح نتحول للقطين اليوم. اقعد. نعم سعدي، شو بتعرف شي عن ميا انا ما بعرفه؟ شي مثل شو امون؟ ليك سعدي ما تخبي علي، هاي البنت طريقة شغلها ما عم تعجبني ابدا. لا تكون هيك هيك عم تلاوفك. شو هالحكي امون؟ ولو طبيعة شغلها هيك. ما تقلي طبيعة شغلها يا سعدي، البنت بتظهر من الصبح ما بتعود تعرف ترجع. انا جيت هلا من البيت وكانت هي بعد ما رجعت. اي شركة بتخلي موظفينها يشتغلوا ليل نهار؟ طب انت دقيتي لها شيء؟ بركي انت فليتي من هون وهي وصلت على البيت من هون. مش هي منبهة عليك ما تخبرني شيء؟ يا عمي والله العظيم ما حدا منبه علي شيء، بنتك ما عم تعمل شيء غلط. هي مساعدة صاحب الشركة ولازم نضلها معه بكل الاوقات، وساقبة هيدا الزلمة شغله بالليل كثير. طيب هالشغل ما بيناسبنا. حلو والله. كأنه نحن عنا خيار ننقي الشغل إذا عجبنا ولا لا. نحن ملاقي شغل عم تصرف فيه على البيت. شادي أنا هيدا الشغل كله على بعضه مش عاجبني. أمينة دخيل إجريك تركيني أروح على البيت كثير تعبان. قلت لك ما في تفلتة تخبرني الحقيقة شادي. يا عمي والله العظيم هاي الحقيقة، بشو بحلف لك إنه هاي الحقيقة؟ كينك شي كلمة أنت. مش هادي موحق. صبي عم بيقضي معنا ثلاث أرباع وقته. أنا لو كان في شي كان حكي. لو ضليت ساكت مش أحسن؟ أمينة شوفكم بكرة، باي. باي. أنت ما بتعرف شي؟ ألو أمي بعمل لك سحر؟ معنا. بعمل لك سحر؟ تعمل لي سحر؟ إيه يلا اعمل لي سحر. بونجور يا بطل. وشو جايبك انت داخلك؟ مع الحساب عندك شغل؟ امي اذا تاخرت ارجع بالشغل بتخنقيني، واذا تاخرت اجي اطلع عليكم كمان بتخنقيني. يا ربي دخلك حاجه توتي. ليكي ما تجاوبيني هيك، لو كنا بالمستشفى كسرك. مش شو انا يا بعدها واصله. بتعرفي لو عندي وقت كنت خسرتك دق بعصره. ولك اما فشار طيب. خبرينا هذا كيف انت؟ منيحة كتير منيحة. بعمل لك سحر؟ يلا. حبيبي بحبت شو عالروشي بيقلي مش وين ما خدتو عالروشي بالبيت بيعمل دوشي وبيبرم وجو بيكش. خليلي البنوت الحلوة شو عم تعمل؟ أمي كيف صار مازن طمنيني؟ منيح يقبرنا ان شاء الله، بكره ان الله راد بده يظهر. جيت ارتاح شوي واخذ له ثيابه. شو رايك بلفه ورق هالعنب؟ شو فيدي؟ مش طريقتك انت بالذات؟ ليكي هي كثير منيحه بس لمين عم تلفي ورق عنب هلان؟ البوس تبعي بحبها كثير، فقلت بحضر له اياه هون، باخذ له اياه هون الصبح بكير. ليش ما في حدا يلف له محاشي؟ لا حرام. بس هيدا شغل اضافي، ما بيدفع لك عليه. أمي صرتي عم بتدافع عن حقوق العمال كمان؟ هيدا الظلمة أخدك منا يا بنتي، بطلنا نشوفك بالبيت. خلص شو تعباني عني؟ عم لفونه بس. بدي أشكره على طريقتي. عملي يا نو بس. على كل حال ما الطاولة، فوتي ارتاحي تتقومي بكير، أنا قايمة نام. أمي جربي لي إياهم إذا طيبين. ليه تجربي فيي قبله يعني؟ كلية أنت. كيف مرض الزلمة أو شي؟ ما خدته عالروشي بالبيت بيعمل دوشي.
وبيبرم وجهه وبيكش.